للتقارير اللي عندنا النهارده. خلينا نبدا بتقرير كده، بما ان احنا بنتكلم دايما على الشباب والشباب اللي بيشتغل، او الناس حتى يعني حتى لو فوق شويه مرحله الشباب، بس الناس اللي ما بتستناش الوظيفه وبتعتمد على ان هي عندها ربما حرفه او صنعه كويسه في ايديها، فبتبدا هي تدور بقى على افكار وحاجات تعملها. هنقدم لحضراتكم دلوقتي ايمن عبد العال. هو عنده ورشه في السيده زينب بيعمل فيها الخزف والزجاج المعشق والبراويز الفرنساوي، وبيعمل التحف القديمه. الحقيقه انه هو نفسه وهو بيتكلم حتى، وهتسمعوا ده في التقرير، هو بيحث المسؤولين وبيقول لهم اهتموا ارجوكم بالصناعات دي، لان بعض هذه الصناعات اوشك على الانقراض. والحقيقه انه في مشروعات كتيره قوي ممكن الناس اللي زي ايمن وغيره يقدموها، ممكن يبقى فيه فعلا نطلع بافكار تساعد بجد على نهضه الاقتصاد المصري، وخصوصا من خلال الحرف والحاجات الهاند ميد اللي احنا طول عمرنا عارفين ان هي مصر كانت بتتميز بيها، بس يمكن احنا في تراجع عنها بقالنا سنوات. زميلتنا مارينا امير اجرت لنا هذا اللقاء مع ايمن عبد العال، نشوف مع بعض قصته مع الخزف والحرف، وازاي قدر يحول ورشته لمكان هو بيشتغل فيه بحب واخلاص. اللي علمني المهنة ديت والدي الله يرحمه، وكان من مبدعين الأعمال ديت، والحمد لله أنا الوحيد اللي في إخواتي كلهم أخدت منه المهنة دي عن كل حاجة هو عملها، لأن هو علمني إزاي أعمل إزاز معشق، إزاي أعمل إزاز معشق بالرصاص بالجبس، إزاي أعمل إزاز معشق بالنجارة، علمني إزاي أرسم لوحة زيت بريشة فنان حسي، بعمل شغل الحفر على المرايه، حفر ظهر المرايه، وبعمل البراويز التحف زي البراويز البيضاوي المتداخل بتاعه القصور، بعمل البراويز الفرنساوي بقلدها. صناعتنا بدات في مصر هنا من ايام العصر القبطي، لانها كانت بتعمل منها الكنايس وبيتعمل منها الاديره، وبعدين طورناها لانها كانت بتتعمل جايه من ايطاليا بتتعمل بالصاج. في بعض المؤسسات بتساعدنا في تبع وزاره الاثار، بيساعدونا بيعملوا لنا معارض للحرف التراثيه، الحرف اليدويه، واخد منهم شهادتين برضو تقدير، وباذن الله يا رب الله المستعان هنحاول نعمل مشاركه اجتماعيه للشباب العاطلين او الشباب اللي ما عندهمش فرص عمل يشتغلوا. عندنا استعداد ان احنا نعلم شغلتنا ومهنتنا، وعندنا انا حابب احمد ربنا ان انا بعرف اعمل حوالي بتاع 14 مهنه، لو حبينا ندخله في اي حاجه هيبقى ان الستات اللي هم الغريمات اللي خارجين ممكن يتعلموا شغل الكتابه والخشخان والغرزه ده بطبيعه الحال، ويبداوا يتعلموا منه ويعملوا منه مشروع قائم بحاله وزبونه موجود. يعني هو الشغل موجود والزبون موجود. بنحاول مع بعض الوزارات ومع بعض الاماكن ان احنا بنعمل، امبارح كان عندنا مؤتمر مع قطاع المتاحف، وادونا توصيه ان هم هيشوفوا لنا مكان ندرب فيه ونشتغل فيه. عندي باجور الجاز بدا ينقرض، وبدا خلاص محدش يشوفه، وبدات اجيال ما تعرفوش، فانا عشان ما يتعدمش ويروح عملت منه تحفه، وعملته بالازاز المعشق، ربنا كرمني عملت فوق منه براد، وعملت فوق منه حله، وباذن الله كان المفروض ان انا في رمضان اللي فات اعمل فوق منه قدره فول. لما بدات صارت الكعبه خلاص ما بقناش نعملها في مصر هنا، فبقينا نعمل حاجات بحيث ان احنا ما نسيبهاش، هي كانت خياميه وبعدين طورناها وبقينا نكتب الايات القرانيه، لان صياغه الكعبه كانت شغل خيامي وشغل ايات قرانيه، فده انفصل عن بعضه وبقت الايات القرانيه. احنا بنستورد دلوقتي الخيوط دي من الهند، وما بنعملهاش هنا في بلدنا، وبقينا في مرحله ثالثه مش مرحله ثانيه من التصنيع، الحاجه اللي احنا علمناها للعالم، يعني احنا اللي بداناها في مصر وعلمناها للعالم. هو دلوقتي المهن بصراحه لازم تتبص لها بصه حلوه كده، ويا ريت يا ريت بتكلم جد والله العظيم الكلام ده حقيقه، حضرتك لو احنا بصينا لطبيعه الحال الياقوت والالماظ وكل ده تحت الارض، احنا كصناعيه تحت الارض، لو طلعنا مجتمع كامل هيطلع، احنا اقتصاد متوازي لاقتصاد البنوك، بس حضرتك احنا مسؤولين.
معاك حق والله. انتوا يعني الصناعات الصغيرة دي بتشكل جزء مهم جدا في اقتصاد هذا البلد، ولو فعلا بس تم النظر ليهم وإتاحة فرص ليهم أكتر ان هم حتى يسوقوا منتجاتهم. يعني الأشكال دي مش في أي حتة في العالم ممكن تلاقيها موجودة، والأشكال دي في منها وفي زيها كتير، التابلوهات والحاجات دي كلها، حتى شغل السيرما بتاعنا، كل الحاجات الجميلة دي مش في أي بلد في العالم بسهولة ممكن تلاقيها. احنا بنمتاز الحقيقة بحرف، بس للأسف طبعا دلوقتي نتيجة غلاء الأسعار في الرو ماتيريال أو المواد الخام، فالناس دي مش كلها قادرة تفضل واقفة على رجلها. فنتمنى أن يكون في دعم زيادة. احنا عارفين أن في دعم كتير من المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، لكن كمان الحرف اللي زي كده دي نتمنى ان يكون في نظره يعني اشمل ليهم ان شاء الله، عشان زي ما هو قال كده احنا اقتصاد البلد، لو طلعنا في جزء كبير جدا من المجتمع هيطلع معانا. بمناسبه الكلام عن الاسعار، الفاكهه